بغلاف مالي قدر ب 630 مليار سنتيم، يشرف مشروع مصنع كربونة الكالسيوم بأولاد رحمون في قسنطينة على الانتهاء ليدخل حيز الخدمة خلال الأيام القادمة، وبطاقة إنتاجية تفوق 100,000 طن سنويا من مادة كربونة الكالسيوم. هذا المصنع إن شاء الله اللي رايح يدخل حيز الخدمة في الأيام القادمة، نحن في نهاية عملية التركيب. هذا المصنع إن شاء الله ليعتبر إضافة أولا فيما يخص الاقتصاد الوطني، وكذلك إضافة فيما يخص اليد العاملة على المستوى المحلي. هذا المصنع الذي سينتج أكثر من 100,000 طن سنويا من هذه المادة الحيوية التي تدخل في تصنيع عدة مواد ويحتاجها الصناعة الجزائرية. المصنع الأهمية تاعو كبيرة بزاف بالنسبة للمؤسسة الوطنية للحصاد في أول شيء، لأنه راح يحسن الوضعية تاعها في السوق، وراح يحسن مداخيل المؤسسة، راح يوفر مادة للسوق المحلية. الإضافة الكبيرة للبلاد هي أنه راح يحد من فاتورة الاستيراد. مشروع بإمكانه إعطاء دفعة اقتصادية بتغطية حاجيات السوق الوطني من هذه المادة الحيوية بنسبة تزيد عن 35% وبجودة عالية تسهر عليها كفاءات جزائرية، إلى جانب توفيره 60 منصب شغل مباشر وأزيد من 200 منصب غير مباشر. المصنع هذا راح يقلص ويلبي رغبة أكثر من 35% من حاجيات السوق فيما يخص الصناعة، وراح يقلص كذلك فاتورة الاستيراد. هذا تعتبر إضافة إيجابية فيما يخص أولا على المستوى المحلي فيما يخص خلق مناصب الشغل، وكذلك خلق الثروة خاصة فيما يخص البلدية، بلدية ولاد رحمون. فيما يخص الجودة، المؤسسة الوطنية راهنت على هذه النقطة بالذات واستثمرت فيها. راهي المونتاج كاين، رانا في لافاز تاع المونتاج، يا دي انجينيور الجيريان كي سون اون تران دو فير لو مونتاج. اي كومبري لا سوبرفيزيون تاع لي تيكنيسيان اترونجي، سي ديجا الجيريان كي سون اون تران دو فير لا سوبرفيزيون بور لي اترونجي. قطب اقتصادي هام يضاف لولاية قسنطينة وللجزائر بصفة عامة لمساهمته في إنعاش الصناعة الجزائرية من جهة، وتقليص فاتورة الاستيراد من جهة أخرى.